اهلا بيكم وفيديو جديد على قناه درس عربي. درسنا النهارده للصف الخامس الابتدائي المفعول لاجله. لو انت اول مره تشوفنا يلا بسرعه اعمل سبسكرايب او اشتراك للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لنا لايك وشير عشان المعلومه توصل لكل زمايلك. يلا بينا نبدا. نعرف الاول ايه هو المفعول لاجله. المفعول لاجله هو اسم منصوب يبين سبب حدوث الفعل. يبقى عرفنا ان هو اسم ومنصوب دائما. نشوف مع بعض الامثلة دي عشان نفهم اكتر. يصوم المسلم طاعة لربه. احنا قلنا المفعول لاجله بيان سبب حدوث الفعل، يبقى بسأل نفسي لماذا يصوم المسلم؟ الاجابة هتكون طاعة لربه. يبقى كلمة طاعة دي مفعول لأجله، واحنا قلنا ان هو بإعرابه منصوب، يبقى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. عاقب القاضي المجرم تأديبا له. هسأل نفسي لماذا عاقب القاضي المجرم؟ هتبقى الإجابة تأديبا له. كلمة تأديبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال اللي بعده، تناول المريض الدواء رغبة في الشفاء. يبقى لماذا تناول المريض الدواء؟ الإجابة هتكون رغبة في الشفاء. كلمة رغبة هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد ما عرفنا المفعول لأجله وعلامة إعرابه يلا نحل الأسئلة دي مع بعض. عين المفعول لأجله في الجمل الآتية واذكر علامة إعرابه. أرسل الله الأنبياء رحمة للناس. فين هنا المفعول لأجله؟ كلمة رحمة وعلامة الإعراب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الجملة الثانية، نصلي حمدا لله. المفعول لأجله هنا كلمة حمدا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نتصدق عطفا على الفقير. المفعول لأجله هنا كلمة عطفا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نزرع الأشجار تجميلا للبيئة. كلمة تجميلا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. تخرج الطيور صباحا بحثا عن الرزق. كلمة بحثا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. في ناس ممكن تتلخبط بين كلمة صباحا وبحثا على أساس إن هي منصوبة، لكن صباحا طبعا إحنا خدناها إن هي ظرف زمان، وقلنا كمان إن المفعول لأجله بيكون إجابة على سؤال بلماذا. نهتم بالتعاون حرصا على تقدم الوطن. دي حرصا هنا مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. نشوف سؤال تاني، أعرب الكلمة الملونة فيما يأتي. نزور الريف استمتاعا بمناظره الجميلة. كلمة استمتاعا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ينظم المجتهد وقته حبا في التفوق. كلمة حبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نؤدي العمل كاملا طلبا لثواب الله. طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. البستاني يرعى الحدائق رغبة في التجميل. رغبة هنا عندي مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نشوف سؤال كمان، اعرب ما تحته خط في الجمل الآتية. نقدر المرأة اعترافا بدورها في المجتمع. كلمة اعترافا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. اهتمت الدولة بالشباب تأكيدا لدورهم في المجتمع. تأكيدا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نزرع الأشجار حرصا على نظافة البيئة. حرصا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو استفدت من الفيديو يلا بسرعة اعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لايك وشير عشان المعلومة توصل لكل زمايلك، وما تنساش كمان تتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك درس عربي لمتابعة كل جديد. الى اللقاء في درس قادم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.